وللمزيد من المتابعة وللاقتراب أيضا من تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل انطلاق نايل سات 301 ينضم إلينا من مدينة فلوريدا الأمريكية موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله، وينضم إلينا أيضا موفد التلفزيون المصري محمود جميل. بداية محمد عبد الله، ضعنا في تفاصيل آخر الاستعدادات قبيل إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 وأجواء هذا الحدث التاريخي وهذا الإنجاز المصري الجديد. يعني استطعنا الحصول عليها، والخاصة من وقت إطلاق القمر وحتى المرحلة الأولى من عملية فصل نايل سات عن جسم الصاروخ فالكون 9. يعني نحن أمام شركة سبيس إكس المسؤولة عن عملية الإطلاق، منذ قليل أنهت كافة الاستعدادات وبقي إجراء أخير قبل عملية الإطلاق، وهو ملء خزانات الوقود قبل 32 دقيقة من عملية الإطلاق، خزانات الوقود الخاصة بفالكون 9. وهذه الأخيرة استعدادا لإطلاق الصاروخ في 11:03 بتوقيت القاهرة. هناك 3 ثواني، هي 3 ثواني الأهم، وهي حينما ينفصل الصاروخ عن القاعدة ويأخذ طريقه إلى الفضاء. بعد 1:37 سيتم فصل المرحلة الأولى من الصاروخ، فصاروخ فالكون 9 مكون من طابقين أو مرحلتين، وهذه المرحلة ستتم على ارتفاع 58 كيلومتر وسرعة 2 كيلومتر في الثانية وفي الثانية، وستتوقف محركات الطابق الأول 9 والاستعداد لانفصال الطابق الأول. لماذا بيتم انفصال الطابق الأول؟ بتكون به كمية من الوقود بتصل إلى 50 طن، ومن ثم الصاروخ بيخفف من نفسه حتى يستطيع أن يقوم بالمرحلة الثانية من عملية الإطلاق، بأن يقوم بتشغيل محركات الطابق الثاني، وده بتكون بعد 2:40 بيتم تشغيل محركات الطابق الثاني. هناك مرحلة حرجة وهامة أيضا، بعد 3:50 هيتم فتح فوات الكبسولة اللي هي بتكون في أعلى قمة الصاروخ فالكون 9، واللي بتحتوي في داخلها النايل سات 301. إن شاء الله بعد كده ب 32 دقيقة بينفصل 301 عن الصاروخ فالكون 9 لتبدأ مرحلة هامة من مراحل 301 بأن يعني طريقه في مداره. بعد 35 دقيقة بيتم استقبال أول إشارة من 301، وبتكون فوق دولة كوريا الجنوبية، وبتم استقبال هذه الإشارة من مركز شركة تالس المصنعة للأقمار الصناعية في مدينة كان الفرنسية. تقريبا في الدقيقة 38 ما يسمى هنا بالسبريشن، الاحتفال، سوف يكون هناك احتفال كبير واحتفاء كبير داخل قاعة الفي اي بي الخاصة لكبار الضيوف من النايل سات والوفد الإعلامي المصري وشركة سبيس اكس. المسؤولين في شركة سبيس اكس وشركة تلس سيتم الاحتفال بنجاح اطلاق القمر الصناعي المصري ليأخذ مداره حتى يستقر في 7 غرب مداره الأساسي ان شاء الله يوم 20 يوليو. إليك ريهام. ومشاهدينا الكرام، من فلوريدا ننتقل إلى مقر نايل سات مع موفد التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، أيضا آخر الاستعدادات لديك وأهم ما يميز القمر الصناعي الجديد نايل سات 301. نعم، بعد التحية أرحب بحضراتكم مرة تانية من هنا من داخل الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. الوضع هنا لا يختلف كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهنا محطة هامة وخطوات هامة يقوم بها المهندسون المصريون داخل هذه المحطة الرئيسية في الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ونؤكد أن الاستعدادات قد انتهت بجلوس هؤلاء المهندسون على هذه الأجهزة الهامة التي سيتابعون من خلالها إطلاق القمر
301 الذي يتميز بعدة مميزات كبيرة جدا، أهمها تغطية المنطقة الأفريقية ومنطقة جنوب أفريقيا ودول حوض النيل، وأيضا فضلا عن السرعات الفائقة لشبكة الإنترنت. هؤلاء المهندسون يتابعون الآن من خلال هذه الشاشات القمر الحالي 201، يتابعون من خلاله المواصفات وردود الفعل على ترددات القنوات الموجودة، بحيث يتم التعامل مع أي أعطال من الممكن أن تظهر في هذا التردد الحالي، وأيضا التعامل مع الترددات الجديدة التي ستكون مع انطلاق القمر 301. متخصصون في مختلف المجالات، هنا نتحدث عن مهندسين في الأقمار يتابعون حالة الأقمار، وأيضا مهندسون آخرون يتابعون المراقبة والتشغيل، ومهندسون التشغيل والصيانة. الجميع يعمل في نظام مع بعضهم البعض بحيث يكون هناك متابعة لكل الأقمار الموجودة. بعد انطلاق هذا القمر، والذي يعني توضح هذه الشاشة الوقت الذي يفصلنا عن انطلاق هذا القمر، وهو ساعة و37 دقيقة تفصلنا عن هذا الحدث الهام. بعد انطلاقه ب38 دقيقة يبدأ المهندسون المصريون المتواجدون الآن عبر هذه الشاشات في استقبال أول إشارة عبر هذا القمر، وهذه هي اللحظة التي ينتظرها هؤلاء المهندسون، ومن ثم سينطلق القمر وينفصل عن فالكون 9 وهو الصاروخ الخاص به، سينفصل إلى المدار الخاص به. سينطلق هذا القمر إلى مدار خط طول 10، سيتم هناك إجراء بعض الاختبارات على الترددات المشتركة ما بين القمر الحالي 201 وأيضا القمر الجديد 301، من خلال أيضا متابعة من هذه المحطة ومن هؤلاء المهندسون، وأيضا سيكون من خلال بعض المحطات الأخرى في كوريا الجنوبية وفي فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد انتهاء الاختبارات ومتابعتها أيضا من قبل هذه المحطات، سينتقل إلى المدار الحالي الخاص ب201 لإجراء الاختبارات على الترددات الجديدة. فبالتالي ننتظر هذا الحدث الهام وإطلاق القمر 301 الذي يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الأقمار الصناعية نحو الجمهورية الجديدة. عودة إليكم مرة أشكرك أخرى. أشكرك جزيلا محمود جميل، موفد التلفزيون المصري من مقر النايل سات، كما أتوجه بشكر أيضا لمحمد عبد الله من مدينة فلوريدا الأمريكية.